ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أخواننا جزاهم الله خير، قد وعظوا فأبلغوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. وإن كان في كلام ومن باب التأكيد والتذكير في يعني الأمور التي تواجه الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الأمور إن أخواننا الناس ما تنشغل بأصحاب الأفكار والمناهج المنحرفة في نقاشهم وفي تضييع الأزمنة في نقاشهم، لأنه الغالب عليهم إنه الإنسان الحزبي لا يتفق معك في المرجعية وإن رفع شعار أنه على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فحيضيع زمن. ولذلك الإنسان يتوجه في دعوته يتوجه إلى عوام الناس. وبعد مرات تلقى بعض الإخوة ما عنده علم، دار يمشي ناظر، دار يمشي ناقش، فلا شك أن مثل هذا سيضل. واحد بعد ما يكون خلاص خاشي على النقاش يقوم يضرب لبعض أخوانه، ألو فلان أنا ماشي أناقش حزبي شعبي صوفي أي حاجة، ويقول له ها طيب أقول له شنو؟ أنت منو قال لك قول ذاته؟ أنت ما تقول. فده يا أخواننا ده بيضيع الشباب. فالإنسان يا أخواننا ما يمشي يناقش من غير علم. ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسائل الأخوة جزا الله خيرا الإخوة الشيخ الطيب، والشيخ الألباني قال الأخوة عندها ثمن، ومن ذلك النصيحة. والنصيحة زي ما أنتم عارفين إنه هي التنقية للشيء وأن يعطى الإنسان خلاصة الشيء. من النصيحة للأخ يا أخواننا أو من الأخوة إنه الإنسان يحب أخاه في الله سبحانه وتعالى، لا لمنصب ولا للون ولا لقبيلة ولا لشيء من هذه الأمور الدنيوية التافهة. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا جعلناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة الثانية، إذا رأيت أخاك على خطأ فبين له وارفق به. وزي ما نقل ابن كثير في تفسير سورة غافر أن قوما لهم صاحب وهذا الصاحب أسرف على نفسه في المعصية فجعلوا يذكرونه ويسبونه، فنهاهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ثم كتب له ووعظه وكتب له بالآية فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ثم أرسلها له فلما قرأها يعني تذكر وعلم أنه المراد بهذه الموعظة فتاب وحسنت حاله. فقال عمر رضي الله عنه بعد أن يعني بلغه من أمر الرجوع هذا الرجل، قال هكذا فاصنعوا بإخوانكم. فدي أخواننا من الأمور المهمة، الناس تتآخى فيما بيناتها ويكون ثمن ذلك النصيحة. والزول اللي بينصحك ما داري عيرك، الذي ينصحك لا يريد تعييرك وإنما يريد لك الخير، ولولا أنه يحب لك الخير لما كلف نفسه أن يقول لك ما يسوءك في وجهه. وغالبا النفس يا أخواننا، ربنا قال وأحضرت الأنفس الشح، الإنسان ما بيقبل الحق إلا من رحم الله. فلذلك الإنسان وده الإنسان اللي بيمشي لي قدام، شفت ده حتى في الدنيا لو الإنسان بيقبل النصيحة بيمشي لي قدام، فما بالك في أمر الآخرة.
كذلك يا أخواننا الناس تبعد وتستعمل هذه المواقع والأمور التي دخلت على الناس كما يستخدم الإنسان الحمام، كما يستخدم الإنسان الحمام، فإنها مزلة للأقدام. غير الشبهات، ودي من الأمور الخطيرة، مسألة الشهوات. وكم حرفت من إنسان كان محافظا على صلواته، وكان قارئا للقرآن، وكان قواما صواما. وده أيضا مرتبط بأمر الصحبة، زي ما قال الشيخ الطيب جزاه الله خير، إنه الإنسان ما يفارق أخاه الذي ينصحه والذي يستفيد منه. والناس تعمر مجالسها بالعلم وبالدعوة وبالخير وبالنصيحة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يثبتنا وإياكم، وأن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يتجنب الإنسان ذميم الأخلاق ومن ذلك الحسد. ودي من أعظم المصائب، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأنتم الآن في نعمة، فاحذروا أن يدخل بينكم من يفسد هذه النعمة، نعمة الأخوة في الله، وأن يجتمع الإنسان مع أخيه في الله سبحانه وتعالى. فاحذروا أن يدخل عليكم من يفسد بينكم، وذلك إما ببدعة يحدثها أو برأي باطل ينشره، وإما بنقل الكلام بين الإخوة. كل ذلك لا يقبله الإنسان ولا يقبل في إخوانه. وإذا ثبت له شيء فليناصح أخاه، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية. بارك الله فيكم، جزاكم الله.